أهلا بكم من جديد. أصيب فلسطينيان بجروح أثر قصف طائرات حربية إسرائيلية مواقع تابعة لسرايا القدس. الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في خان يونس ورفح جنوبي القطاع. وما زال هدوء حذر يسود قطاع غزة وسط مخاوف من عودة التصعيد بعد سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتجدد قصف مواقع للفصائل الفلسطينية جنوب القطاع. وبدأ سريان التهدئة صباح الخميس بعد استشهاد 34 فلسطينيا وجرحي أكثر من 100 في التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع. التصعيد الإسرائيلي الأخير خلف أضرارا كبيرة إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي تعرض 500 وحدة سكنية لأضرار مختلفة وتدمير 8 منازل ليصبح نحو 1000 فلسطيني نازحون بلا منازل. صمت قرب الدمار الكبير، قرب بيت كان حلما يوما ما، وحينما تحقق أصبح أثرا بعد عين. خمس فتيات وأمهن أصبحن نازحات بلا مأوى. هذا 10 سنين هذا حطينا دم قلوبنا فيه، يعني كل ما نملك بعنا بيتنا القديم، بعنا أرضنا اللي ورثها عن أبوه عشان نبنيه، عشان نفرح بولادنا، عشان نسترهم في البيت، يعني جهزناه من جوا من دمنا، يعني بالشيكل وبالعشرة شيكل نخبيهم. اشتغلت بطالة عشان أعمل المطبخ، اشتغلت بطالة عشان أجيب فراش، وهلقيت زي ما أنت شايف، لا كله راح، كل تعب السنين راح وتعب عمرنا وشقينا الحمد لله راح. قالت إسرائيل عندما قصفت غزة إنها تضرب أهدافا عسكرية. يرد أبو محمد: هذه شجرتي التي انتظرت ثمرها يوما ما، وهذا فراشي برائحة البارود. أنا مزارع، من الزراعة للبيت ومن البيت للزراعة، وبعدين هذا بيتي أنا، طبقين، مكون من طبقين وبعيل 8 أفراد، ومليش علاقة في أي شيء غير الزراعة بس. وفي لحظة أنه انهار البيت وصرت مشرد بدون مأوى. ذاكرة على الأنقاض تستعيد ديما مع ابن عمه الأصم عدي ذكريات المنزل العصية على النسيان، حدود حديثهم عن كان دون اكتراث بما سيكون. كانت العائلة تستقبل زوارها في غرفة الضيوف كما يفعل كل البشر. ضيوفهم اليوم يستقبلون على ركام المنزل. داليا ودعاء الشقيقتان الأكبر في العائلة تتفقدان مفاتيح البيت. هنا حيث بقي المفتاح والأمل وذهب البيت. تضيف كلفة التصعيد الأخير حملا آخر على أعباء سكان القطاع المتراكمة منذ سنوات، فعشرات الوحدات السكنية دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية ودمرت معها أحلام السكان بالاستقرار والأمان. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. هذا وعلى مدى يومين فقط أدى قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد 36 شخصا من بينهم 6 أطفال وامرأة. وقد تسبب قصف غزة في أحداث دمار في 15 مدرسة بحسب ما أفادت به وزارة التربية والتعليم. حقيبته وكتبه المدرسية هي بعض ما ترك إسماعيل لأمه المكلومة. هم بتنقلوا من الشنطة للشنطة. استشهد الطفل واثنان من أشقائه في غارة إسرائيلية وما عاد يقلب دفاتره مرة أخرى. يعني أنت شايف، يعني هاي الليلة عيلة بكاملتها، يعني الأمهات وأولادهم. هذا عدو، الحمد لله علمنا الله. وكنت أقول لهم شو ندرس، أبويا كان يخلينا بالغصب أنا وياه نروح ندرس، هو شو يقول لي يلا بديش أدرس أنا معك، ويضربني وأقول له لا بدنا ندرس يلا، أبويا قال ويدرس وأقول له يلا احفظ، لا هو بيقول لي يلا أنت احفظ. إسماعيل واحد من 6 طلاب استشهدوا خلال الغارات الإسرائيلية على القطاع على مدار يومين متتاليين. هنا أيضا أثار الدمار الذي حل بمدارس ومؤسسات تعليمية مختلفة لم تسلم هي الأخرى من القصف الإسرائيلي. في هذه الاعتداءات تعرضت وزارة التربية والتعليم إلى أضرار مختلفة في المؤسسة التعليمية، وصلت هذه الأضرار إلى
15 مدرسة تعرضت إلى إصابات مختلفة. تعطلت الدراسة على مدار 3 أيام، ومنع التصعيد الإسرائيلي عشرات الآلاف من التلاميذ من الوصول إلى مدارسهم. لا تأبه إسرائيل لكل الانتقادات الدولية بشأن انتهاكاتها حقوق المدنيين أو المؤسسات التعليمية أو الصحية أو غيرها، فلا حدود ولا خطوط حمراء بالنسبة لها، والكل في دائرة الاستهداف. صالح ناطور، العربي، قطاع غزة. ينضم إلينا من غزة الكاتب الصحفي وسام عفيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ عفيفي. يعني لا نفهم اتفاق وقف إطلاق النار هذا، إسرائيل ما زالت حتى الآن تستهدف مواقع للمقاومة وأيضا تتحدث عن إطلاق صواريخ من غزة، هل ما زالت حلقة التصعيد مستمرة وهناك من يستفيد من استمرارها؟ نعم، لا شك أنه كما وصفتم هذه التهدئة حتى اللحظة هي التهدئة هشة، باعتبار أنها جاءت بعد يومين كانا يومين داميين بالنسبة للشعب الفلسطيني. حتى اللحظة غزة تلملم جراحها، تشيع شهدائها، مستوى عدد الإصابات لا زالوا موجودين، عدد كبير من الإصابات موجودين في المستشفيات، وبالتالي هناك مستوى من الغضب في الشارع يتنامى وتراكم نتيجة هذا التصعيد، من هذا من جانب. ومن جانب آخر، فيما يبدو أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لا زالت ترى بأنها يجب بين قوسين أن تحافظ على ما حققته من إنجاز كما ترى خلال اليومين، وبالتالي تحاول أن تحافظ على مستوى من الردع، بالإضافة إلى معطيات سياسية في الحلبة الإسرائيلية لا تخفى ناتجة عن حالة المزايدات السياسية والبزار المعروض الآن في إطار محاولات تشكيل حكومة أو الذهاب إلى انتخابات ثالثة. هذا المشهد كله سواء الصعيد الداخلي الفلسطيني أو الإسرائيلي واضح أنه ينعكس على مجريات التهدئة. أيضا في الصحافة الإسرائيلية أستاذ عفيفي، هناك تركيز كبير ولافت في الأيام الأخيرة على عدم مشاركة حماس أو عدم انخراط حماس أو عدم رغبة حماس بجولة التصعيد هذه. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ وهل فعلا حماس لم ترغب بهذه الجولة لأنها تريد إنهاء الانقسام والمشاركة في الانتخابات العامة المتوقفة منذ عام 2006؟ يعني منذ البداية، منذ اللحظة الأولى لاغتيال القائد بهاء أبو العطا، إسرائيل كما أطلقت صواريخها في اتجاه قطاع غزة أيضا تطلق أيضا إشاعاتها ومحاولاتها ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتحديدا إطار المقاومة اللي بيجتمع في إطار فصائلي في المستوى السياسي وأيضا الإطار العسكري الممثلا بغرفة العمليات المشتركة. واضح أن هذه المسألة نتيجة الخصوصية التي تميزت بها هذه الجولة، يحاول الاحتلال استغلال يعني تصدي حركة الجهاد الإسلامي وصراع القدس بشكل أساس ورئيسي إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى، محاولة إظهارها وكأنها وحدها في الميدان، مع العلم أن دائما غرفة العمليات المشتركة هي العنوان الأساس والرئيس، وكثير من المعطيات الميدانية تحكم سلوك هذه الفصائل والأجنحة. بالمجمل يجب أن ننظر للموضوع بخصوصية، هذه أول مرة يتعرض منذ 2014 لعملية اغتيال لقيادات رفيعة المستوى، وتستهدف هنا قيادات حركة الجهاد الإسلامي، ومن الطبيعي أن تكون الحركة متصدرة للمشهد باعتبار أن استهدافها كان خطير، وعودة ظاهرة الاغتيالات أو نهج الاغتيالات السياسية بالتأكيد يشكل خطر على كل الحالة الفلسطينية وقيادات المقاومة على وجه التحديد. وسام عفيفي الكاتب الصحفي من غزة، شكرا جزيلا لك.